اخوتي واخواتاتي والمهمات كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. ومرحبا بكم معايا في قناتي اللي هي قناتكم قناه لطيفه. مرحبا والف مرحبا بالجميع معايا، وكنشكركم بزاف، كنشكر الناس الجداد والناس القدام، كنشكركم على المتابعه ديالكم وكنتمنى تستافدوا معايا ونكون عند حسن الظن ديالكم. وعواشركم مبروكه. ودابا غنشارك معكم ان شاء الله سلو كيف ما شفتوا معايا في الفيديو السابق، فانا تشاركت معكم فاش حمرت الطحين وحمرت المقادير ديالي كاملين. دابا صافي ان شاء الله غنخلطوا سلو ديالنا. بقاو معايا تابعوا جميع النصائح والمراحل ان شاء الله، كنتمنى تستافدوا. ودابا نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نبداو على بركه الله. ودابا بسم الله على بركه الله. كيف ما شفتوا معايا فانا حمرت يا الطحين معكم، كنت حمرت 2 كيلو 300 غرام، بقات ليا دابا 2 كيلو حيت كيتحرق وكيكون شويه ديال التكتلات. المهم من بعد ما غربلته مزيان كنغربلو وكنحيد دوك التكتلات وداك الشيء ديال اللي كيكون شويه محروق كنلوحو صافي. وعندي هنايا اللوز اللي انايا قاليه في الفران محمره في الفران صافي، ها هو طحنته في مولينيكس مهرمش. وعندي زنجلان كيف ما كنت قلت لكم كيلو ديال زنجلان محمر، حاولوا انكم ما تحرمروش هكا اكثر من القياس باش كيبقى لكم زوين صافي. هنايا طحنت النصف ديال الزنجلان حتى خرج منه الزيت ديالو كيساعدنا في التعليكه ديال سلو صافي. والمقادير الاخرى الصوجة مع ايلان ضروري انكم تطحنوهم مزيان وتغربلوهم في الغربال اللي كيكون رقيق بزاف، انا غربلتهم في هذا باش كيوليو بحال الفورص. ضروري انكم حبه حلاوه والنافع وايلان والصوجة الا استعملتوهم كطحنوهم ملي كتحمروهم كطحنوهم مزيان وكتغربلوهم باش كيجيوكم بحال الطحين باش يجيوكم في السلو ديالكم زوين. فبالنسبه للايلان مع الصوجة فانا كنت استعملت 4 ديال الصوجة وكنت استعملت 150 غرام ديال ايلان اللي كانت عندي في الدار صافي، ما بقيتش شريت صافي. وعندي واحد النص، غنحتاج واحد القبيصه ديال الملح، وعندي واحد النص ديال الكوزة طحنتها هي والمسكه الحره، غنحتاجو معلقه صغيره مخلطه من الكوزة مع المسكه الحره، واكيد غنحتاجو حبه حلاوه والنافع. من بعد ما كتنقصيوهم مزيان غير كتسخنو هكا كيكون الفران مطيبين فيه شي حاجه وكتدخلوهم غير كيتحمر واحد شويه غير كيسخنو، ما تيتحمروش غير كيسخنو صافي وكتطحنوهم. غنحتاج 4 ديال المعالق حيت 2 كيلو ديال الطحين غنحتاج لكل نص كيلو معلقه كبيره صافي. والقرفه غنحتاج 3 ديال المعالق كبار صافي، كاوكاو نص ديال كيلو. ممكن انكم تقليوه الا بغيتو تقليوه، انا ما قليتوش بغيت ندير شي حاجه كسلو صحي صافي. غير حمرته في الفران وطحنته بهذا الشكل صافي، كيبقاو فيه هكا كيبقى مهرمش باش كيعطينا القرمشه في السلو ديالنا. وبالنسبه للطحين ممكن انكم تستعملوا الطحين الفرص، انا استعملت الطحين الكامل كيف ما قلت لكم، انا استعملت الطحين الكامل. والا كنتو هكا الطحين الكامل بغيتو تستعملوه وقلتو غادي يجيكم هكا مرمل ممكن تزيدوا طحنوه هكا في مولينيكس، فاش كطحنوا هكا هاد المقادير ممكن تزيدوا طحنوه مزيان باش يتنين ليكم صافي. وغنبداو ان شاء الله على بركه الله في السلو ديالنا. وغنحتاج سكر كلاصي، عندي هنايا 400 غرام، اكيد غربلتها قبل عاد وضعتها في الطبصيل. فكيف ما قلت لكم المقادير كلهم اللي عندي يعني بحال ايلان والصوجة وحب حلاوه والنافع القرفه كلشي مغربلاه. وعندي هنايا اللوز اللي انايا مفسخه سلقته في الماء طايب صافي حتى تنفخ وفسخته، زولت له القشره ديالو صافي. دابا غنقليه. هنايا احبابي كيف ما كتشوفوا معايا طيبت زبده حيوانيه واحد الكاس الا ربع، ها نتوما كيف ما كتشوفوا خليتها طابت مزيان زبده حيوانيه ديال العبار صافي. هذه الرغوه اللي كانت فيها غنحيدها. وهنا يا احبابي يلاه كبيت الزيت باقي بارد، الزيت ديال الزيتون باش غنخلط نيت الصفوف غنقلي فيه هذا اللوز كيف ما قلت لكم اللي انايا مفسخه وخليته حتى نشف. ودابا غنقليه في هذا الزيت، كنحطوا اللوز ديالنا والزيت باقي بارد. وبالنسبه للزيت ديال الزيتون فانا خويت في المقله نصيطرو ديال الزيت ديال الزيتون صافي، غنطيب فيها نقلي فيها هاد اللوز واكيد غنخلط بها حتى السلو ديالي. فانا حاولت انني نشارك معكم جميع التفاصيل بالنسبه للمبتدئات باش كلشي يستافد. وهنايا اللوز كيف ما كتشوفوا صافي خدا اللون الذهبي صافي، غنطفي عليه ونصفيه من الزيت
وكنقول لكم اخواتي فانا كتفرحوني بالتعاليق ديالكم واكيد بالمتابعه ديالكم. الله يفرحكم في هذا العواشر كيف ما فرحتوني يا ربي. الله ييسر امور الجميع. وهنايا عندي 2 كيلو ديال الطحين كيف ما قلت لكم فانا مغربلاه. وغنزيد اللوز لان طحناه مهرمش. ونزيد كاوكاو. ونزيد إيلان. ممكن انكم تستعملون 6 كيلو ديال إيلان. فانا استعملت غير 150 غرام كيف ما قلت لكم. غير كمية شوية قليلة. بركة. والصوجة. ودابا غنزيد 400 غرام ديال السكر كلاصي وكيبقى على حسب الذوق. فانا شويه كنقص السكر. المهم نتوما على حسب الذوق ديالكم. وبالنسبه للمقادير كل واحد يدير على قد جهده. ممكن انكم تضعفوا المقادير او لا تقسموهم. المهم على حسب الرغبه ديالكم. المهم ما تكلفوش خواتاتي على ريوسكم. فالمقادير كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. صافي كنخلط النواشف. فانا مسرعه الفيديو كيف ما كتشوفوا. صافي دابا غنزيد الزبدة الحيوانية اللي انا مذوبها ديال العبار. ممكن انكم ديروا غير الزيت ديال الزيتون فهو صحي الا ما بغيتوش الزبدة. المهم حتى الزبدة راه زوينة ملي كطيبوها مزيان وتحيدوا ليها الكشكوشة. يعني كيبقى لكم الصوف ديالكم زوين ما كيغمال ما حتى شي حاجة. يعني كيبقى زوين. صافي كنزيد دابا السيترو ديال زيت زيتون اللي انا مطيباه مزيان. فانا قليت فيه يد اللوز. صافي كنخلط هكا كنستعن بهاد الملعقه الخشبيه حيت باقي سخون الزيت شويه. صافي وغنبدا نعرك بيديا مزيان. غنبدا نعركو مزيان نحاول نخرج كاع دوك الزيوت ونخلط مزيان داك الزيت اللي انايا زدت مع المقادير كيف ما كتشوفوا معايا. فانا كنعرك مزيان. فانا شويه مسرعه الفيديو. مهم ضروري انكم تخدموه مزيان حتى كيتجانسوا العناصر هكا السوف ديالنا كيولي كله متجانس. صافي كنبقى مستمره بنفس الطريقه. المهم نكمل نخدمو مزيان. وبالنسبه اللي عندها هكا الاله العجانه ممكن انها تدوزو فيها وتهنى بلا ما تبقى كاع كثرت العريك هكا باليدين. اما انا ما عنديش. صافي كنخدم يديا. وهنايا احبابي صافي كملت. فانا دوزت مده وانايا كنخدم هاد السلو مزيان. فهو شويه كياخذ الوقت حتى بالنسبه للمقادير وكل شيء. فانا خدمتهم في يومين كيف ما كتشوفوا معايا. صافي هكا كنجمعوا في يديا وكيتجمع. صافي راه وجد. يعني ما بغيتش انايا نزيتو بزاف مثلا باش تصايبوه بحال شكل كيكه كيف ما كنت انايا صايبت في الفيديو ديال السوف ديال العام الفايت. هكا كنقطعوه بمص بحال الشكل ديال الكيكه. كتكونوا هكا زايدين الدهنيات الزيت مع الزبده كتزيدوهم اولا غير الزيت ديال الزيتون كتزيدوه مزيان. صافي حتى كتحصلوا على القوام اللي نتوما باغيينه. صافي كيكون هذا هو القوام ديال السوف اللي بغيت هاد المره. صافي فهو سفوف صحي وبالطحين الكامل. كنتمنى تجربوه ويعجبكم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال السوف ديالنا. هذه هي الكميه اللي خرجت لي المقادير اللي عطيتكم. هادشي اللي في السوبيره. صافي وهادشي اللي قدمت في هاد جوج ديال الطباسل. بصراحه كيجي السوف لذيذ وسلو. ها نتوما بصراحه كيجي زوين بزاف. فغير جربوه بهذه الطريقه فهو بالطحين الكامل. بصراحه زوين وصحي. فانا خلطت معاه داك اللوز اللي كنت انايا قاليه. صافي من بعد خلطته معاه عاد باش قدمته. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا فيه اخواتي. ها نتوما بصراحه كيجي زويول وكيجي لذيذ. وما تنساوش اخواتي ما تنساونيش من لايك واشتراك وتعليق محفز وشكرا لكم. واكيد البارطاج من الفيديو باش تعم الفائده
واكيد حتى القناه تعرف. وهذا فضلا منكم وليس امرا، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال السلو اللي قدمت معاكم. كنتمنى يعجبكم وتستافدوا معايا، ودابا كنقول لكم تهلاو في ريوسكم وفي الصحيحه ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.